تايلور سويفت تتبرع لضحايا الاعتداءات الجنسية. نفذت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت بالعهد الذي قطعته على نفسها بمساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وذلك عقب فوزها هذا الأسبوع في قضية تحرش جنسي رفعتها ضد منسق الأغاني ديفيد ميولر. وتبرعت سويفت البالغة من العمر 27 عاما يوم الأربعاء لمؤسسة تدعى جويفول هارت الأمريكية، المهتمة بالتوعية بقضايا العنف الجنسي ودعم ضحايا الاعتداءات الجنسية. وقالت المؤسسة في بيان لها: تتشرف جويفول هارت بأن تعترف لتايلور سويفت بعملها نيابة في خدمة الناجين من العنف المنزلي والاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال. قالت نجمة البوب في شهادة لها بخصوص واقعة التحرش الجنسي بها إنها أرادت أن تساعد النساء الأخريات على إسماع أصواتهن، وقالت إنها ستتبرع لمنظمات تساعد ضحايا الاعتداء الجنسي على الدفاع على أنفسهم. وقالت مايلي إم المديرة التنفيذية للمؤسسة إن تبرع سويفت سخي للغاية، ولكنها لم تكشف عن قيمته. وعبر نجوم مثل المغنية كيشا عن دعمهم لتايلور، وكانت كيشا أيضا قد خاضت معركة قضائية استمرت 3 سنوات ضد منتج موسيقي يدعى دكتور لوك، اتهمته بالاغتصاب والإيذاء النفسي. شكرا على المتابعة، لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، الضغط على زر الإعجاب، زر الاشتراك وزر الجرس لكي تكونوا أول من يصله الجديد.